عضلات الأسود أضعف بكثير من عضلات النمور لأنها تصطاد بشكل أقل، ومع ذلك هناك أسود منفردة تصطاد يوميا، فهذه ليست أقل شأنا حتى من أقوى النمور. ميزة أخرى للنمور هي بنية أطرافها الخلفية، فأرجلها أطول إلى حد ما، هذا يسمح للنمر أن يقفز قفزة حادة جدا على فريسته. وبالمناسبة الأسد ليس لديه الكثير من القدرة على التحمل، ولا يمكنه الركض لمسافات طويلة. إذا قارنا هذين الحيوانين من حيث العدوانية، فيمكننا القول إن النمر أكثر عدوانية، بالإضافة إلى كونها تملك كتلة عضلية أكبر، فإن النمور نشطة أيضا ولديها رشاقة أفضل من الأسود، وهذا يعني بشكل عام أنها يمكن أن تكون أكثر شراسة من الأسود. من ناحية أخرى فإن الأسود هي أشجع الحيوانات المفترسة، وكذلك يقاتلون بشكل أفضل ولا يستسلمون ولا يتراجعون حتى لو اضطروا للقتال حتى الموت. إذا قارناهم من حيث الصيد، فإن الأسود تصطاد فقط عندما تكون جائعة، ونادرا ما تقتل دون سبب واضح. الوضع عضلات الأسود أضعف بكثير من عضلات النمور لأنها تصطاد بشكل أقل، ومع ذلك هناك أسود منفردة تصطاد يوميا، فهذه ليست أقل شأنا حتى من أقوى النمور. ميزة أخرى للنمور هي بنية أطرافها الخلفية، فأرجلها أطول إلى حد ما، هذا يسمح للنمر أن يقفز قفزة حادة جدا على فريسته. وبالمناسبة الأسد ليس لديه الكثير من القدرة على التحمل، ولا يمكنه الركض لمسافات طويلة. إذا قارنا هذين الحيوانين من حيث العدوانية، فيمكننا القول إن النمر أكثر عدوانية، بالإضافة إلى كونها تملك كتلة عضلية أكبر، فإن النمور نشطة أيضا ولديها رشاقة أفضل من الأسود، وهذا يعني بشكل عام أنها يمكن أن تكون أكثر شراسة من الأسود. من ناحية أخرى فإن الأسود هي أشجع الحيوانات المفترسة، وكذلك يقاتلون بشكل أفضل ولا يستسلمون ولا يتراجعون حتى لو اضطروا للقتال حتى الموت. إذا قارناهم من حيث الصيد، فإن الأسود تصطاد فقط عندما تكون جائعة، ونادرا ما تقتل دون سبب واضح. الوضع